من جدة ينضم إلينا المحلل العسكري الدكتور علي التواسي دكتور علي أهلا بك من جديد إلى حدث اليوم بالطبيعة الحال أنتم تتابعون عن كسب بتطورات بمعركة الحديدة يعني آخر تحديث كان عنا وهو أنهم طوقوا مدينة الحديدة ويبعدون عنها حوالي من جهة حوالي 13 كيلومترا هل تقدموا أكثر بحسب معلوماتكم؟ لا حتى الآن ولكن في امور يجب ان نعلمها جيدا ان القتال ليس على محور واحد في المحور الساحلي الذي وصل تقريبا الى حدود المطار والمحور الشرقي الذي يمنع الهجمات والامدادات الحوثيه باتجاه السهل الساحلي هجمات في الجراحي هجمات في الحسينيه هجمات من جهة الدريهمي هجمات من الشمال باتجاه الحديدة فالحوثي يعني لم يستسلم كما يبدو وكما يعلن آه إنما هناك أيضا قتال في مقبنة آه على وهي واحدة من ثلاث مديريات حدودية في تعز حدودية مع الحديدة مم. أيضا مقبنة و, و... آه آه الثانية تسمى الوازعية موزع آه والوازعية فثلاثة مديريات هذه أيضا فيها قتال لأنه في محاولة للإمداد الخط طويل آه بمحاذاة الهضبة في محاولة للإمداد الحوثيين من الشرق باتجاه الغرب طبعا ولكن خط الامداد الابرز دكتور علي الساعة. يبقى هو خط امدادهم من الحديده من صنعاء باتجاه الحديده وهذا ما تعمل يعمل الجيش اليمني على قطعه حاليا اليس كذلك؟ هذا اللي اتكلم عنه انا أنه, انه 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 صحيح كلامك الامداد من صنعاء لا ياتي من من محور واحد ياتي عبر المديريات في شرق الحديدة التي ما زالت بيد الحوثي والتي أشرت إليها قبل قليل أه لكن استطاعت قوات التحالف بالتكتيك الجديد وهو مثل ما أسلفت أنه من جهة الشرق هناك من يحاول أن يمنع الإمداد وهناك التفافات على مواقع الحوثيين الحصينة لأنهم يضعون ألغام ويضعون نعم الدفاعات قويه فلجأ التحالف الى الالتفاف حول المواقع والضرب من الخلف فهذا الحقيقه كانت مفاجاه استراتيجيه او تكتيكيه مم تسببت في سقوط الكثير من المواقع الحوثيه واثاره الفزع ايضا هجوم التثبيت الذي كان باتجاه حرض من الشمال اجبر الحوثي اذا تذكري في مقابلتنا السابقه على سحب العديد من القوات الى صعدة وبالذات الدكتور علي أنا مضطرة لمقاطعتك أعتذر منك ولكن